مرحبا، انا زارا البلوشي. وانا ياسمين عويضه. اليوم بنسوي لكم شيء غير عن الميك اب توتوريال. اتوقع الحين كل واحد يعرف يسوي ميك اب توتوريال. اليوم في تحدي نوع جديد. هم حاطين هنا ثواني، عدد ثواني يبدا من عانية الى الدقيقه، واحنا بنختار كل خطوه بنسويها سواء من برايمر، مويسترايزر، فاونديشن. بنختار ورقه من هذه، وبناء على الرقم اللي بيطلع مفروض احنا نخلص الخطوه هذه. واو، 55 ثانية. 45 سكند. طبعا انا حاسرة منك لانه سمعت عنه كثير اشياء حلوة منك و I trust you. اي طبعا، اصلا اذا جاي نسرق هذا اليوم اصلا اذا جاي جيجا مستحيل تستخدمين مرطب ثاني. نبدأ؟ اصلا معانا وقت. انا خلصت. الحين علي. اوه، هاي شو الرقم؟ 50 كمان. كريمين بوتيكات، اي لاف يو. انا مرطب البرايم استخدمه واحد جيجون لانه يغطي المسام بعد. اوكي، انا اليوم هستخدم اللي هو من بنفيت. الحين بستخدم الجرافتوبيان باليت وكونسيلر، بس اليوم بتشوفون كيف استخدمه كفاونديشن، وهو خفيف بعد. يعني صحيح انه هاي كفرج بس خفيف، تقدرين تستخدمينه بطريقتين. انا اليوم حستخدم كلارنس شيد 109. والله كاني انا شايفه رقم. كم؟ 20. نو، ليه؟ انت كم؟ من 35 نجي بسوي دم في الحركه. احسنت. اتكلم. Oh my god. ما عندي وقت. 5 سكند. باقي انا 35، والله 35. خلص؟ مستحيل. عشرة، ايش اسوي في عشرة؟ انا 35. انا من حسن حظي بستخدم نفس الثلاث. انا باودري. كنت استخدم التوشتن هذي. كيف ما اخترعتي انا؟ بستخدم هذا اللون، بخفف هذا مع هذا. هو انا اليوم من بورجوا، شوي شايني عشان ما يعطي التوت اللي ما فيه. 15 ثانية، أنا ما أبغى ألعب. 45 بعد، أنا I don't need it. باي ذا واي، أنا بديت أكره التشالنج. أنا المراية الصغيرة. 15. إيش هذا؟ البلوشر مع هذا المرض. الله على ال 45. You first. 30. 25. أصلاً المفروض أحط بودرة عشان أصلاً ما حطيت شيء على الوجه. أنا خلص 25. أنا خلاص كمان 30. المفروض 40، 20 هنا و20 هنا. 30. الحمد لله عندي حواجب تساعد. أنا الحين قاعد أطالع في الوقت، بطلت أرسم حواجبي. خلصت أنا. أخيراً. الله. أخيراً. 25. أنا علقت على 25. 55 ثانية. واو، 20. أنا معلقة على 25. الليبستيك اللي بستخدمه من أنستازيا، هذا ليب جلو. واليوم حستعمل أنستازيا ميني لوك. الهايلايتر اللي بستخدمه حق أوفرا من نيكي توتوريال، اسمه كلاود 9. بنستخدم نفس الهايلايتر لأن كلنا اتفقنا إنه هذا أفضل هايلايتر. 15. Very good. 25. شوفوا لونه، لونه عجيب. بس المشكلة عندي اليوم إن الأيشادو اللي اخترته كثير غامق، فما لحقت أعمل له بلاند. أنا عين سويتها وعين ما سويتها. فأحسن شيء لما تصير الكاميرا من بعيد ما تحسين، صح؟ شوفي نت باد كالوقت اللي أعطونا إياه و... لا صراحة يا نت باد، بس اتس نوت بلندنج. كويس إنه الكاميرا ناخذونها من بعيد عشان ما
ما تبين. المهم هذا التحدي اللي سويناه صراحة، أنا أشوف 7 من 10 سويت. أنا أحب لا شكلك، شوف أنا بقلك شو صراحة، صراحة الألوان اخترتيها شوف جد، وباليت واحد عملت هذا اللي ساعدني، زرفت سوبين ساعدني إني سويت باليت واحد. أوكي إن شاء الله تكون حبيتوا النتيجة، صح إنها مو بيرفكت بس على الوقت اللي أعطونا إياه. من حابين بعد تشوفون يسوي هالتحدي، أو إذا أنتم عندكم تحدي ثاني اكتبوا لنا تحدي.